صفقتين المغاربه للزمالك مميزين جدا الموسم ده، اشرف بن شرقي وبو نجم. رايك في الفكره او فكره انك تجيب لعيبه كانت مميزه جدا مع الوداد في المغرب تجيبهم تاني في الدوري المصري بعد كمان تجربه خالد بوطيب مع الزمالك الموسم اللي فات وحميد احداد؟ هو جاي بيلعب ايه بن شرقي؟ طرف وممكن يلعب شادو سترايكر، هو مش راس حربه. راس حربه كان في ابراهيم حسن مش موجود، كان ابراهيم حسن موجود، قصدي يعني ما تبديل اللعيب بلعيب مش حرفه. يعني ما تيجي كده في مثل زمان اباطنا تقول لك يعني انا بدي الكوبايه بكوبايه مش حرفه. طب ما كان عندي، ما عندي ابيع واشتري ليه؟ طب ما انا عندي واحد. ما انا برضو غريبه جدا، وانا مش هجيب واحد محترف وخلاص، ما انا عندي ابراهيم حسن لعيب كويس جدا. طب انا اجيب واحد تاني ليه؟ طب ما انا عندي واحد. معرفش، مش عارف طريقه التفكير، مش عارف. شايف انه مش هيعمل الاثنين، مش هيعمل. انت عندك اصلا مش هيعملوا اصلا، مش هيعملوا اضافه اكبر من ابراهيم حسن مثلا او كهربا؟ بالظبط ده اللي انا شايفه يعني. يعني شايفه انت يعني ايه الميزه؟ انا بجيب واحد ينقل الفرقه. عندك مشكله في نادي الزمالك في راس الحربه. طب ما اجيب راس حربه قوي جدا، واحد جبار بفلوس الناس دي كلها.